المقبرة لا سامح الله من تصير جنازة، بلدية الصينية تقدم بالمجان الحفارة، تقدم تنكر الماء، يعني تواسي لصاحب العزاء أنه حتى جهد يقلل من جهده ويقلل من يعني الحمد لله وشكر المدينة كلش متجاوبة ويانا بشكل مو طبيعي، والناس هنا يعني أهل الصينية مثقفين جدا ما شاء الله، ثقافتهم عالية وإدراكهم بالمسؤولية. يعني اليوم البنى التحتية في ناحية الصينية متكاملة نقدر نقول عنها؟ نقدر نقول الحمد لله وشكر متكاملة. بالنسبة تشقد بالمية؟ نقدر نقول بالنسبة 70% متكاملة. بقى عندنا مشروع المجاري، احنا ما أقول لك أنا ما أقول لك على المتكاملة البنى التحتية، بس عندنا مشروع المجاري، جانا مشروع المجاري وقفنا كل شغلنا، يعني كان عندي تبليط سبب. تبليط يعني هسه يتعارض مثلا أنا عندي تبليط دعمني محافظة صلاح الدين دعمتنا بعشرة كيلو جميع الأحياء في ناحية الصينية. نعم. طبعا هاي تقسمت على كل الأحياء، كل الحي من تبليط أو إكساء. حاليا ما نقدر، يتعارض مع عمل المجال، فهي هاي أوقفتنا، يعني صار لنا تقريبا سنة ونص احنا متوقفين ننتظر المجاري. المجاري طبعا هو يعني الأسبوع الجاي المقبل راح تباشر الأعمال في ناحية الصينية، هو أهم مشروع وأكبر مشروع في ناحية الصينية. نعم. فهو هذا المشروع اللي وقف قد يغذي مساحة تقريبا كصينية 5555 متر مربع.